طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد خلق المرسلين. تحية طيبة لجميع الحضور الكريم. تحية لجميع جنود خفاء الأكاديمية الرائعة أكاديمية الجيل الجديد. درس آخر من دروس اللغة الإسبانية. إن شاء الله بإذن الله سنحاول أن نتطرق إلى شرح بعض الأمور أو بعض المحادثات في اللغة الإسبانية. نحاول أن نغير أو نستفيد بعض الشيء في هذه اللغة الرائعة. تمام. كما تشاهدون هنا Como estás. Como estás. كيف حالك؟ شخص إذا أردت أن تسأل عن حالة الشخص كيف مكان فالسؤال يكون هناك أسئلة عديدة. مثلا هذا السؤال شرحه هو Como estás. Como estás. عندما تقول أو عندما يقال Como estás معناها كيف حالك يعني How are you. Como vas. كيف حالك أو كيف حالك. Como estás. Como estás معناها كيف حالك أو كيف حالك. Donde estás. Donde عندما نشاهد donde بصيغة أوتوماتيكية يعني أفهم أننا نتكلم والسؤال موجه لمكان. Donde هي where هي أين. Estás يعني أين أنت الآن إلى أنت أو إلى أنت. إذا Como estás أسأل عن الحالة. Donde estás إذا قال لك شخص Donde estás تقول الآن أنا في مطبخ الآن أنا في سيارة الآن إلى هذا هو الجواب لتفهمه فقط. Donde estás الآن أنا في أقول المكان الموجود في Donde هو على المكان. Como الحالة كيف حالك. Como estás? Donde estás? Donde المكان. Okay. Estás bien? هويا. هل أنت بخير؟ هويا. Estás bien? هويا. هل أنت بخير؟ هويا. هويا اسم. هويا اسم. إذن. Como estás? Donde estás? Estás bien? هويا. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? صباح الخير, Julia. كيف حالك؟ Buenos días, good afternoon. Bonjour. صباح الخير. Buenos días, Julia. Julia اسم. Buenos días, Julia. Pedro. تكلم لها Julia. قال لها صباح الخير Julia. Buenos días Julia. ¿Cómo estás? كيف حالك؟ ستجيب Julia. Bien. ¿Y tú? أتكلم بهذه الطريقة لأن لا أعرف مستواكم يجب علي أن أشرح بهذه الطريقة. Bien. بخير. ¿Y tú? وأنت. Buenos días Julia. صباح الخير خويا. Como estás? كيف حالك؟ Bien. أنا بخير. ¿Y tú? وأنت. Bien. بخير أيضا. Bien. Gracias. شكرا. No está tu hermano José. En casa, hermano, como el aj, tu hermano, ajaca,
تو هير مالو أخاه أو أخاه و سو هير مالو هنا تو هير مالو هل أخاك في البيت كاسا وهي البيت أعيد بوينوس دياس خوليا صباح الخير خوليا كومو إستاس كيف حالك بيان بخير إتو أنت بيان جيد غراسياس شكرا سيسأل بيدرو خوليا عن أخيها نو إستا تو هرمانو خوسي إن كاسا يعني هل José موجود في البيت. No está tu hermano José en casa. هل أخ خوليا موجود في البيت. Sí, نعم. Pero está en la cama. Sí, نعم. لكن هو الفراش. استا إلا كاما. لا كاما هو السرير. هو السرير. وعيد. بونوس دياس. صباح الخير خوليا. كومو استاس. كيف حالك؟ بيان. بخير. وأنت؟ وأنت؟ بيان. Gracias, بخير. شكرا. No está tu hermano José en casa. هل أخاك José في البيت؟ Sí, وفي البيت. لكن, pero, está en la cama. لكن هو في السرير. La cama وهي السرير. هو السرير. Pero, ولكن, نعم, sí. Está enfermo. هل هو مريض؟ Enfermo هي مريض. Sí. Está resfriado. Resfriado يعني مصدرها من frío. Frío هو البرد. يعني هو عنده مزلة. ¿Dónde está su habitación? Habitación وهي غرفة. ¿Dónde قلنا نتكلم عن المكان؟ نطرح السؤال بالمكانية where أو who أين؟ أين هي غرفته؟ ¿Dónde está su habitación? Habitación غرفة. يعني أين هي غرفته؟ Al final del pasillo a la derecha. صح. Final في آخر pasillo هنا pasillo مثلا عندنا بيج عندنا غرف والمكان الذي يكون هناك تقسيم بين الغرف لكن مكان طويل كتاب المطبخ مثلا الى اخره هنا نمشي في ذلك المكان طويل او بين قوسين وندخل الى الغرف اذا يسمى باتيديو باساج بالفرنسية ممر بالفرنسية كولوار إذا donde está su habitación al final del pasillo a la derecha derecha وهي اليمين la derecha اليمين أعيد مرة أخرى buenos días صباح الخير قولي كيف حالك؟ ¿Cómo estás? بخير وأنت؟ bien
¿Y tú? Bien, gracias. Le dije, shukran. ¿No está tu hermano José en casa? El ajá que José vive. Sí, pero está en la cama. نعم ولكن هو في السرير. Está enfermo. هل هو مريض؟ Sí, está resfriado. نعم يعني في نزلة البرد. ¿Dónde está su habitación? أين هي غرفته؟ Al final del pasillo, a la derecha. على اليمين في داخل الممر. اوكي حق الساق نحن على الدائرة امور واضحة قد اهجم مرات عديدة نجمل دخل بيدرو عند خوسي خوسي في السرير اسأله كومو استاس خوسي كيف حالك خوسي استوي resfriado y desleche. Pero hoy estoy mejor. Pero ولكن hoy اليوم estoy mejor. لكن اليوم انا بخير يعني احسن mejor. Best. Better. احسن افضل. ¿Cómo estás, José? حالك خوسي estoy resfriado في نزلة برد pero ولكنني اليوم بخير يعني أحسن أفضل mejor estoy mejor عندما أقول estoy mejor يعني أنا يعني أحسن اليوم أحسن اليوم وهي hoy pero ولكن tu habitación es muy agradable. إذا بصفة عامة عندما أي شيء يكون agradable إما شخص إما algo شيء إذا يعني يكون مثلا هنا على الغرفة tu habitación es agradable es muy agradable muy très very جدا يعني agradable شيء agradable يعني أعجبني يعجبنا شيء نقول muy agradable أعجبته غرفة صديقه خوسي إذا ماذا قال خوسي؟ نعم سي سي سمو أغرادابل سي pero ahora ولكن الآن está bastante desordenada desordenada وهي غير مرتبة نعم لكن اليوم está bastante desordenada. يعني هي الغرفة اليوم غير مرتبة. أوف أوف كلمة قاد. Qué calor hace aquí. هناك حرارة. Calor وهي الحرارة. Qué calor hace aquí. Aquí. يا هنا. يا هنا. Qué calor hace aquí. يعني هناك حرارة الآن. Claro. Claro. واضح جدا. La ventana está cerrada. من طبيعة الحال سيكون هناك حرارة ما دامت النافذة مغلقة. La ventana هي النافذة. La ventana هي النافذة. The window. سرادة مغلقة. إذن claro. واضح جدا. La ventana está cerrada. طبيعة الحال إذا كانت النافذة مغلقة إذن سيكون هناك حرارة. Estás cómodo ahora. هل أنت يعني كومودو أو يعني ارتياح هناك ارتياح الآن لأنه فتح النافذة. استاس كومودو أورا
هل أنت مرتاح الآن؟ سي آر إستوي وي بيان، نعم الآن أنا بخير. كي كالور أفي، كالور هو الحرارة، كي كالور أفي، عندما نقول كي كالور أفي يعني هناك حرارة. كي تيمبو أفي، تيمبو هو طبيعة الحال أيضا، تيمبو هو لطن جنس يعني الفاظ بطريقة أخرى، ولكن نتكلم عن الوقت. كارلوس هولا كي كالور أفي برداد، يعني عندما يطرح السؤال كي كالور أفي أو هناك تعجب، كي كالور أفي أوي، أوي هي اليوم، يعني اليوم حرارة مفردة صحيح؟ برداد، برداد هي الحقيقة، برداد يعني شيء تقول للشخص برداد يعني الحقيقي الحرارة، صح أو صحيح؟ كلارو، كلارو كير كلار. استاموس ان فيرانو، من طبيعة الحال هناك حر لأننا في فصل الصيف، فيرانو هو الصيف، ويقال استاموس ان فيرانو نحن في الصيف في فصل الصيف. ان مي بايس، في بلدي نو هاسي tanto calor en esta estación del año، في هذه المحطة من السنة في بلدي لا تكون هناك حرارة مفرطة. país بلاد، tanto calor يعني حرارة مفرطة، esta estación هذه المحطة، del año año هي السنة، هذه المحطة من السنة في بلدي، هذه المحطة من السنة لا يكون هناك حرارة مفرطة. هولا كيف كي كالور هاسي هوي برداد، كلارو استاموس ان فيرانو ان مي بايس نو هاسي تانتو تانتو كالور ان استا استاسيون دي لانيو. Vale, seguimos. Aquí en Madrid, aquí en Madrid hace mucho calor. Aquí en Madrid hace mucho calor. يعني هنا في مدريد هناك حرارة مفرطة. En verano في فصل الصيف. إن aquí en Madrid hace mucho calor en verano. يعني في فصل الصيف هنا في مدريد في فصل الصيف هناك حرارة مفرطة. أعيد هذا الديالوج، أعيد. كي كالور أسي، كي كالور أسي يعني هناك حرارة، كي كالور أسي. كي تيمبو أسي، تيمبو هو الوقت. كارلوس هولا كي كالور أسي هوي، كي كالور أسي هوي برداد، يعني كم يعني اليوم حرارة مفرطة صحيح؟ برداد هوي هو اليوم، كي كالور أسي هوي برداد، كلارو طبيعة الحال عندما نقول كلارو تلكين كلير كلار. Estamos en verano. طبيعة الحال هناك حرارة لأننا في فصل الصيف. Estamos en verano. Carlos. En mi país, في بلدي, no hace tanto calor en esta estación del año. في بلدي ليس هناك حرارة مفرطة في هذه المحطة من السنة. يعني أراد أن يقول بأنه في بلدي فصل الصيف لا توجد حرارة يعني مفرطة. أكي هنا في مدريد، إن مدريد hace mucho calor en verano، هنا في مدريد هناك حرارة مفرطة.
فصل الصيف y mucho frío en invierno. وأيضا في فصل الشتاء هناك برد قارس. mucho frío هو البرد. mucho frío برد قارس. invierno شتاء. tenemos un clima continental. continental. clima continental وهي الشتاء برد والصيف يكون هناك حرارة يعني في أي فصل يعني يكون الطقس مخصص لكل فصل. en el norte de España. en norte de España ¿cómo es el clima en verano? norte هو الشمال وفي شمال إسبانيا كيف هو الطقس في الصيف؟ en norte de España ¿cómo es el clima en verano? en las costas del norte يعني في الشمال no hace ahora tanto يعني حاليا ليس هناك حرارة مفرطة. tienen un clima más suave y llueve mucho. يعني الطقس tienen un clima طقس más suave يعني هناك استقرار suave شيء ناعم نقول بين قوسين أي شيء نقول له suave يعني ناعم هنا معناها أن الطقس معتدل الطقس جيد y llueve mucho llueve يعني تأتي من الجوبي وهو المطر يعني ممطر كثير ممطر كثير y en otoño في فصل الخريف y en otoño ¿qué tiempo hace en Madrid? وفي الخريف ما هو الطقس الذي يكون في مدريد en otoño في فصل الخريف ¿qué tiempo hace en Madrid? en otoño في فصل الخريف y en primavera فصل الربيع el tiempo es muy agradable يعني هناك طقس جيد وagradable وجديد جميل رائع إلى آخره الأشياء التي تدل على أن الطقس ممكن يعني لا يؤثر ليس هناك حرارة مفرطة ليس هناك برد قارس إلى آخره طقس جميل en primavera hace sol في فصل الربيع هناك الشمس pero a veces llueve لكن أحيانا a veces de fois sometimes llueve tomber y hace mucho viento وأحيانا تكون هناك رياح كثيرة el otoño فصل الخريف es muy agradable أيضا جميل جدا طقس جيد es sin duda من طبيعة الحال يعني بدون شك لا دودة هو الشيء الشك sin duda قال لك الشخص sin duda la mejor academia del planeta es la academia de la nueva generación يعني من طبيعة بدون شك أن أحسن أكاديمية في هذا العالم وهي أكاديمية الجيل الجديد نعم sin duda بدون شك la mejor época para visitar la ciudad إذن قال لويس لكارلوس sin duda بدون شك la mejor أحسن أفضل época نقول época هي فترة
بارا من أجل الستار، من أجل يعني كستار، يعني نقول مثلا أنا أريد الذهاب إلى المكان الفلاني، إذا سأقوم بستار، أنا بستار لاسيو ذهب، يعني أحسن وقت ممكن أن يكون هناك بستار لاسيو ذهب. أقرأ إن شاء الله إذا كان عندكم أي سؤال بخصوص هذا. تاكس مرحبا تطور، يعني أقرأ الإسباني كي كالور أثي كي تيمبو أثي هولا كي كالور أثي هوي بيردا كلارو estamos en verano en mi país no hace tanto calor en esta estación del año. Aquí en Madrid hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Tenemos un clima continental. En norte de España, ¿cómo es el clima en verano? En las costas del norte no hace ahora tanto calor. Tienen un clima más suave y llueve mucho. Y en invierno, ¿qué tiempo hace en Madrid? En otoño, en primavera, el tiempo es muy agradable en Madrid. En primavera hace sol, a veces llueve, hace mucho viento. Pero otoño es muy agradable, es sin duda la mejor época para visitar la ciudad y sin duda es la mejor academia del mundo con ustedes. Judging.